سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا في احسن الاحوال. نتمنى اموركم تكون دائما دائما هانيه. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم روتين ديالي العادي اللي فايت مني دائما وكنشاركو معكم. ومهم للتذكير، هذا الفيديو راه كان عندي تقريبا واحد الشهر هو عندي، راكم عارفين مع كنت هي انا وسميتو ما بقيت صورت حتى شي حاجه. المهم هنايا في هاد الطبيصيل دايره الكرافس، دايره القزبر ومعدنوس، درت الحمص ودرت العدس، غادي ندير شويه ديال الحريره. البنات صراحه تشهيت شويه ديال الحريره هنا في هاد النار وانا نوجدها. صافي هنايا درت شويه ديال البزار وغادي ندير شويه ديال الخرقوم البلدي كيف ما كتشوفوا. صافي وهادشي اللي غادي ندير، وغادي ندير شويه ديال السمن. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى كيف ما قلت لكم الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. غادي نرجع لكم ان شاء الله بطاقه ايجابيه. غبرت عليكم، ما بغيتش نعطيكم طاقه سلبيه، ما بغيتش نشكي عليكم بمرض. يعني كل واحد فيه اللي يكفي، كل واحد عنده بالطاقه السلبيه الكافيه. ما كاينلاش انا نوض وندير فيديو وانتم كتسناو سلمى اللي موالفه دائما كتجي عندكم بطاقه ايجابيه ونجي عندكم بطاقه سلبيه. لا هادي ما نقبلهاش على راسي. المهم انا حكيت البصيله ورديت، بالنسبه للحريره ما تنديرش فيها الزيت، ورديت الحريره ديالي تطيب، رويت بالماء طايب. صافي هنايا عندي تقريبا واحد جوج زلايف تاع الفورص، وعندي مليحه وشويه ديال السكر، وغادي ندير شويه ديال الخل. صافي وغادي ندير بياض بيضه، بياض بيضه. صافي هنايا عندي البصله، عندي صدر تاع الدجاج، عندي فلافل ملونه، عندي الشامبينيون نوار، عندي هنا الزيتون الاسود والحامض كيف ما كتشوفوا، وعندي هنا هاد صوص نيوكمان زيت سمك، عندي صوص صوجا، عندي الفرماج واحد كنوره ديال الحوت، عندي مليحه وشويه ديال الفرماج حمر. صافي البنات هادشي اللي غادي نحتاج في المسمن ديالي، ومن طبيعه الحال العطريه. المهم هنا راني كنت كنصورت هاد الفيديو ومازال يدي ضاريني ومازال صبعاني ضاريني. المهم دابا الحمد لله شويه، واخا واحد الصباع يلاه حتى هو ناض. ملي كبراو ليا يدي نقول الحمد لله حتى كتنوض شي حاجه، ولكن الحمد لله والشكر لله على كل حال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ايوا هادشي اللي كاين. درت البصله، درت الفلافل ملوله، ودرت زويته، وغادي نردها فوق البوطه تشحر. وكيف كان قلت لكم انا سلمى دائما غادي نجيكم بطاقه ايجابيه ماشي سلبيه، وما نبقاش نشكي لكم بالمرض، لان كل واحد كيف ما قلت لكم فيه اللي كافي. ما كاينلاش انا نزيدكم نزيدكم بهمي. ايوا هادشي اللي كاين. انا غادي ندوز وغادي نعجن العجينه. شوفوا البنات انتم داكشي علاش انا ما بغيتش هكا نبقى نصور حتى ان شاء الله يبراو ليا يديا ونكون انا لاباس ونكون بريت. المهم كانوا يديا عادي، حتى كتفرقع ليا هكا هكا، حتى كتكون ما كاين لا قمشه ولا جرحه ولا شي حاجه، حتى كتفرقع ليا هكا ابسي في 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 يديا وفي صبعاني اكثريا في الجهه ديال الظفر. صافي حتى الظفر غادي يطير، ولكن الحمد لله والشكر لله دابا وليت بخير وهاني رجعت معاكم. هنايا واخا كنت باقا مريضه ما تصورت، ولكن ما درت الفيديو لا المونتاج لا حتى شي حاجه وما حطيتوش معاكم ان شاء الله. حتى وليت لاباس دابا كندير المونتاج وفي نفس الوقت كنصور الحمد لله وبخير، اللهم لك الحمد. كيف ما قلت لكم هنايا غادي ندير العطريه من بعد ما تشحرات ليا البصله والفلفله، وزدت عليهم داك الصدير وشحرتهم مزيان. دابا درت شويه ديال السكنجبير وشويه ديال الخرقوم، وغادي ندير شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار وشويه ديال الشاونيه الحاره. صافي هادشي اللي كاين في العطريه اللي عندي. غادي ندير شويه ديال الكمون. المهم انا درت العطريه كامله. هاد الحشوه واخا بصدر تاع الدجاج درتها بمذاق ديال الحوت. صافي هنايا عندي قزبر ومعدنوس، عندي دويمه ديال السمك، وعندي واحد ثلاثه ديال الفرماجات، عندي الشامبينيون الاسود
وعندي الزيتون الاسود وعندي الحامض، المهم ما توفرش عندي الزيتون الاخضر، عندي الزيتون الاسود درته. هنا عندي واحد المعلقه ديال صوص صوجا هكا ثقيله، وهنايا عندي واحد جوج معالق ديال هاد زيت سمك اللي كيعطي واحد اللذه بزاف، اللذه زوينه للاطباق ديالنا هكا اللي نكونوا باغيين لكم بالنكهه ديال الحوت. صافي، وغادي ندير مليحه وغادي ندير شعريه صينيه، نخلط مزيان ونخليها تبرد ونرجع معكم باش نكمل معكم ان شاء الله الوصفه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى الحب ديالكم، ولله يخطيكم عليا. وشكرا لكل وحده قلبات عليا، شكرا لكل وحده قالت لي سلمى مالك غبرتي، والله يا البنات ما غبرت عليكم، شوفوا غير تشوفوني انا راه كانت فيا 92 كيلو، وتشوفوا دابا انا ولات فيا 80 كيلو، يعني تنقص 12 كيلو في هذا المرضى. واخا ندير ريجيم شهرين ما نقصهاش، ولكن الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. المهم تقول لي سلمى مالكي اشنو كان ضارك اشنو سميتو. المهم انا جاني طلع لي الكوليسترول واحد، طلع لي خايبه، ولكن الحمد لله تغلبت عليه، واخا انني ما دايرهش داك الريجيم الحاد الحاد الحاد. هنا تقول لي سلمى الكوليسترول ودايره المسمن وفيه الزبده وفيه الفرماج وفيه 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 والحريره. هنا البنات مازال ما كتعرفه عندي الكوليسترول، مازال ما مشيت للطبيبه، مازال ما درت التحاليل. ومهم هنا ضغطت البنات ملوحه، شوفوا اللي فيه اللقمه اللي فيه شي حاجه فيه، عصبت واحد الحافظه باش تجيني المذاق ديال العماره ديال بسطه الحوت واخا ما فيهاش الحوت البنات. كيف ما قلت لكم كان طالع لي الكوليسترول، كان عندي فقر الدم، وعندي واحد الكيس هكا في عنقي كي قلت لكم كيس في عنقي. دابا ان شاء الله ندير لكم واحد الفيديو هكا على المرض ديالي وصافي هادشي اللي كاين. دابا الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. عندي الكبده فيها الشحمه، يعني مغطيه بالشحمه، بمعنى اصني خصني ندير واحد ريجيم حاد، ولكن ما قدرتش البنات صراحه ما قدرتش. وهذا هو ما نكذبش عليكم، انا كنهضر معكم بحال خوتي، كنهضر معكم وكنقول لكم العيوب اللي فيا. فانك تعرفي راسك مريضه وما ديريش الريجيم وترمي راسك للتهلكه، فهذا بحد ذاته انه جهل. كنقول غادي ندير الريجيم ما تنديروش، كنقول لا انا خاصني ندير سبور، خاصني نتمشى. والمشكله انا ما عطاتنيش الدواء ديال الكوليسترول، قالت لي غادي تعالجي راسك براسك وغادي ديري الريجيم وتحاولي ما امكن ديري لا مارش كل نهار، على الاقل ساعه ديال لا مارش في النهار. هادشي كامل ما درت منه حتى شي حاجه البنات، حتى شي حاجه ما درتها، ولحد الان باقي كنحس براسي ماشي هذيك. وما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش كنت شهر حاجه كنوض نديرها، وعارفه راسي مريضه وعارفه راسي خصني ندير ريجيم وعارفه راسي خصني ناكل هذيك الحاجه، ولكن اش نقول لكم لا اله الا الله وصافي. المهم كنقول غادي ندير لا مارش، غادي نخرج على الاقل ولو نتمشى غير ساعه في النهار، ولكن راكم عارفين الكوليسترول تيدكدك تيخليك محبطه. فهاد الايام الحمد لله وليت كنتحرك، وليت كنخرج، وليت كنمشي هكا لدارنا، واخا ما كنقدرش نمشي على رجليا وداك الشيء. بشي كنحاول انني الا مشيت في الطاكسي كنجي على رجليا، واخا راكم عارفين المسافه ديال ما بين سيدي عبد الكريم وما بين شيشان، يعني راه واحد المسافه اللي لا باس بها. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم هنا كنطلق كندير المسمن كويرات، كنطلقو كنبدا مسمنه وكنورقو هكا بالزبده صافي، وكنعاود تاني نبدا بالمسمنه الاولى من بعد ما كنسالي، وكنجيب الحشوه كيف ما كتشوفوا. غادي نديرها على شكل بريوات، كندهن بالزبده على هذا الشكل، وخاصها تكون رقيقه باش ما تجيناش مطقزه وما تجيناش العجينه لداخل. صافي هاكا يا البنات كيف ما كتشوفوا، كنبقى نلوي فيها على شكل بريوه على هذا الشكل. وليا سلمى هادشي اللي خرج عليا، وفعلا نديت البنات هادشي اللي خرج عليا. ما تنديرش الريجيم اللي تشهيت تنوض نديرها. ونضاع قهرتو بمصروف قهرتو. هاك يجي كيقول صافي راه نكملت قضيه صافي غادي نرتاح، كنقول لنا الاخر خاصو 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 خاصو.
قال لي كاع صحابي نقول لهم ما تزوجوش بقاو على راسكم. والحمد لله البنات، الحمد لله. انسان خاصو يكون شويه ديال الاقتصاد، خاصو يكون سميتو. انا ما عنديش داكشي، انا شت الحاجه خصني نجيبها، تشيت الحاجه خصني نجيبها. ما شنو نقول لكم، التبذير ولكن لا، ماشي هي هذه الحياه، ماشي هي هذه سميتو. خصنا ناكلو شويه ونخبو شويه الدوائر الزمان، بالخصوص انايا راجلي ما عندوش شي خدمه قاره، يعني راجلي خدام كيطلع النهار بنهارو، وحتى لا مراد وعيه ولا ما عندوش، يعني منين يجيب حتى داكشي. علاش بالخصوص انا وبالخصوص الناس اللي بحالي اللي رجالاتهم في البحر، خاصهم يديروا على شي ولي، وخاصو ياكلوا شويه ويخبيو شويه، يديروا قرايعات. الصراحه اش قال هو، اش قال من الدار، ما عقتي حتى فاتك الكار. المهم ما بديت ندير في القراعي وبديت نسميتو، حتى صافي يعني ما بقاش كيصور داك المصور اللي كان كيصور، ما بقاش ديك الفلوس اللي كانت، والو ولا حدو قدو. يعني الجهد اللي ما تصرفي وما تاكلي اليوم وغدا يجيب الله. تقولي سلمى منين دايره هاد القراعي؟ المهم درت الحمد لله قرايعات، كنخلصهم من فلوس اليوتيوب، من فلوس يوتيوب بديت كنخلص قراعي، والحمد لله قلت ان شاء الله نبقى نزيد قرعه على قرعه على قرعه، حتى ولو انني ناخذ غير واحد الابارتومون اللي تكون ديالي. المهم ما كاينش الفرق ديالي ما بيني وبين الزوج ديالي، ولكن الا درتي شي حاجه ديالك كتحسي بواحد الاحساس اللي زوين، وكتحسي انك درتي شي حاجه في حياتك، ماشي بحال انك كل نهار تسني من الدار تيجي، كل نهار تسني من الدار حتى يعطيك الفلوس الحمام، كل نهار خاصتك شي حاجه تسنيه هو تيعطيك، هو مضارب مع المصروف، هو مضارب مع الموضوع، هو مضارب مع المدرسه، هو مضارب مع الوليدات. المهم الا درتي شي حاجه انتيا فمطابق الحال الا قدرتي، فكتكوني انك هزالي حتى هو واحد الحمل، ولو انك ناقصاه غير المصاريف ديالك، اولا تعاوني بشي حاجه في تعاوني اكل شي حاجه ديال الوليدات، ماشي بالضبط اليوتيوب. كاين بزاف د الحوايج، كاين المرأة تقدر تخدم من دارها، كاين الحلوه، كاين لي كومونت، كاين البساطه، كاين. انا قبل ما ندير اليوتيوب كنت كنخدم هذا الشيء، وكنت الحمد لله عايشه بخير. ديما اش قال هذاك، ديما بسطامي فيه الفلوس. ايوا هادشي اللي كاين، كاينه الخياطه، كاين بزاف د الحوايج. يعني مهم ان المراه ما تقلش، ولات بحال المراه بحال الراجل، خاص المراه تخدم، خاصها تعري على كتافها، خاصها تعاون، خاصها هي تكون شي حاجه ديالها. ايوا هادشي اللي كاين. الغزاله ديالي هنايا درت هاد المسيمنات، ما نقولش لكم عليكم اليوم كي جاو، جاو فنين. المهم درت المسمن ودرت الحريره وما تسرطاتش ليا بوحدي، هزيت حق ميمتي وحق ماما، وديت لمي حقها وديت لماما حقها. امي البنات هي مت ماما، هي كبرت عندها، هي اللي كبراتني، هي اللي قراتني، هي الروح، هي العقل، هي العوينات. الله يخليها ليا يا ربي، ويخلي لكم ميماتكم، ويخلي لكم المعز عليكم، ويخلي ليا ماما توريا يا ربي، الله يحفظها وتعطي اهم حاجه تعطيها صحه، حتى انا عيانه ومني كنشوفها مريضه حتى انا كنمرض، الله يحفظها ليا والله يخليها ليا يا ربي ودومها علينا يا ربي. هادشي اللي كاين. كيف ما كتشوفوا هنايا، هادو هكا هما طابو وتحمروا شويه من الفوق، ولكن ما عنديش ماشي مشكل، انا غادي نزينهم شويه ديال الفرماج. المهم انهم يكونوا مقرمشين، يكونوا مورقين، يكونوا زوينين، وفعلا نيت جاو واعرين. المهم شوفوا البنات القرمشه ما نقولش لكم عليها، جاو فني غير هو البنات. انايا شفتوا البنات جاو بحال جات الباط ديالهم بحال الشكل ديال ميلفي، جاو منفوخين وزوينين. غير هي حاجه وحده، انايا وجدتهم عادي ودخلتهم الفران، ديروا واحد الكيغدون وتقبوهم باش ما يتنفخوش ليكم بحال هكايا. صافي هنا درت عليهم شويه ديال الفرماج، غادي ندخلهم نرجعهم حتى يدوب ليا داك الفرماج ونخرجهم. هنا البنات خديت، بقات ليا الحشوه وبقات ليا سميتو، درت المسمن صغيور اللي مالفين دائما كنديرو، اللي كنسدو هكا بواحد الزيتونه. وهنايا دزت وبديت كندور في الحريره،
وهنايا طلقت واحد المسمنة وغادي نديرها على شكل لي سيجار، وغادي نفلحها هكا قبل ما تدخل الفران، باش ملي تخرج الفران غير نكملوا هذيك الفلحه ونقطعوهم، كيجيو زوينين هادو حتى هما كنت درتهم في البدايات ديال القناه ديالي. ايوا البنات هذا ما كان وهادشي اللي كاين، ولله يخطيكم وشكرا لكم بزاف بزاف. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كناخذ الحشوه كنقطع المسمنه هكا كنطلقها كنقطع على ربع، الصراحه ما بقاش ليا هكا هنايا الحشوه وكانت بقات ليا مسمنه، طيبتها هكا طيبتها خاويه، وهذا ماشي مشكل نقصت من هذوك الاولين اللي كانوا عامرين وعمرتهم. كي كنقول لكم دائما تكون لهنا ويكون الصحه، هاد الهنا والصحه هي اغنى حاجه كاينه في الدنيا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنسد القنيتات بحال هكايا وكنسدها بواحد الطريف ديال الفلفله ولا طريف ديال الزيتون ولا اللي كان. هادشي اللي كاين. صافي هنا غادي يطيبوا هادوك نحيدهم ونرمي ثاني، راني حيدت هادوك اللي شكل بريوات ونرمي ثاني هادو حتى نكمل. الحريره راه كطيب، غادي نزيد فيها واحد البيضه ونكمل ان شاء الله هادشي كامل، وانتم معايا ان شاء الله ما تمشيو فين. شكرا لكم بزاف، وشكرا لكل وحده سولات فيا، شكرا لكل وحده قلبات عليا وقالت لي يا سلمى فين غبرتي، النويره في اليوتيوب فين غبرتي. غبرني عليكم والو، انا البنات رجعت لكم، وان شاء الله غادي نبقى كما العاده نبقى نشارك معكم الوصفات ديالي والاقتراحات هكا اللي كنوجد لوليداتي الكوتي. ولكن البنات باش توجدي الحاجه وما طيبيهاش راه صعيب، باش توجدي طيبه حطي وما تاكليش راها صعيبه، وانا جاتي صعيبه ما نقدرش ما نقدرش، واخا انا عارفه كندور في صحتي. ايوا البنات الله يصوب يا ربي، طيح عليا شي معجزه من عند الله وندير الريجيم ونحيد هادشي هاد الشحوم ونولي اون فورم ونولي عندك وندردك. الله يعطيكم صحتكم البنات، الله يحفظكم يا ربي يحفظكم، فتكم لوليداتكم باش تقريوهم باش تكونوا معاهم باش تكبروهم باش تشوفوهم ان شاء الله في اعلى في اعلى في اعلى المستويات اللي كنتمنى. والله البنات اللي كنقولها لكم دائما اللي كنتمنى ان وليداتي يقراو، نشوف يحيى في شي مرتب زوين، نشوف ايناس حتى هي في شي حاجه زوينه. هادشي اللي كنتمنى والله البنات، هادشي اللي كنتمنى اللهم لك الحمد. صافي هنايا درت واحد البيضه وغادي في البلاصه غادي نحرك مزيان باش ديك البيضه هكا تحل ليا وسط الحريره. صافي وها نتوما كيف ما كتشوفوا منقولش لكم على الحريره كيفاش جات، جات شهوه منها، جات فنه يا البنات. صافي والمسمن حتى هويا راه كيطيب، يعني ما بقاش ليا بزاف، وندوز نكب ليا شويه ديال الحريره انا ووليداتي من الدار ما كاينش باقي خارج، ونديرو. الصراحه انا درت كوتي وعشا البنات، الصراحه ما درتش الكوتي، تشوفوا قبيله في الاول تاع الفيديو كنت حاطه البيض حاطه باش غادي ندير كيكه ولا ندير شي حاجه. صافي بانت ليا كاينه مطيشه كاينه ربع كاين كلشي، وانا نقول اجي راسي ندير شويه مسمنات معمرين وندير ليهم هكا شويه ديال الحريره. صافي داكشي اللي درت البنات، ودرت كوتي وعشا. صافي هنا راني غادي نشرب شويه ديال الحريره وغادي نوجد الحريره ونوجد المسمنات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا المهم يديا مضرقه، كندير هكا واحد الشريطات بديك الموس او بلازوار وكندخلهم للفران عادي، كندهنهم بواحد البيضه مع سميتو بواحد البيضه مع يا ربي تبتني هذه الشهاده، بيضه مع واحد شويه ديال التحميره، بيضه وشويه ديال التحميره. صافي البنات هادشي اللي كاين، وكيف ما كتشوفوا هادو جاوا صغيورين، الا بقات منهم شي حاجه غادي نديرهم في كونجيراتور حتى هكا نكون سميتو نجبدو غير نسخن لوليداتي ونعطيهم. ايوا ما تمشيو فين، وخليكم معايا يا اغلى واعز المتتبعات دياولي، الله يحفظكم ليا. وصافي هادشي اللي غادي نقول. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا الحريره اللي بقات درتها في واحد الكاسرونه هيايا، هنا درت لماما شويه ديال الحريره ودرت لامي حتى هي شويه ديال الحريره. شوفوا هنا دايره الحنه باش ما بصباعي يبراو ليا زعما، والمي عنها هما مكرونين تنسالي ونغسلهم. صافي هنا خديت واحد جوج بواطات درت فيهم شويه ديال المسمن هكا لامي وشويه ديال المسمن لماما. صافي وهادو كيف ما كتشوفوا كنحل هادوك الفليحات.
صافي بقات لي غير هاد اللاطه هي قربات الطيب، ما نقولش لكم جاوا مقرمشين هذيك اللي شاطت ليا هي البنات، درتها خاويه صافي. وكنبقى هادي كندير لها هكا، كيجيو عامرين وما فيهمش عجينه وكيجيو فنين، كيعجبوني انا هاد هادو اللي كيجيو هكا على شكل لي سيجار. شفتوا البنات كيفاش كيجيو؟ كيجيو فنين صافي. هنايا درت درت هكا جوج بواطات، شويه المي شويه الماما، ايوا انا نمشي عندهم ونقول لكم السلام عليكم.